السوري، ما هي أهمية هذه المعابر في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا؟ من يشرف على هذه المعابر؟ ما هي آلية تسييرها وما دورها الآن في الثورة السورية؟ معي مشاهدينا الكرام أرحب هنا في الاستوديو الدكتور لؤي الصافي، عضو الائتلاف السوري المعارض. مرحبا بك دكتور. ومعي أيضا الأستاذ أحمد موسى، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير السورية. مرحبا بك أستاذ أحمد على سكايب. دكتور، قصة المعابر السورية الآن ما وضعها؟ كم عددها؟ كيف تحدثنا عن هذه النقطة في المشهد السوري الآن؟ المعابر السورية جزء من قصة الثورة. هناك معابر عديدة في تركيا مع الحدود التركية، بعضها رسمي وبعضها معابر محلية. لعل من أهم المعابر الرسمية معبر باب الهوى مع تركيا، ومعبر العربية مع العراق، ومعبر معابر أيضا في الجنوب مع الأردن، طبعا العراق. مع العراق، مع الأردن، مع لبنان. هل هذه معابر رسمية يمكن اعتبارها، وهناك ربما معابر غير مسجلة؟ صحيح صحيح. لعل من أشهر المعابر اليوم هو معبر، طبعا لم يكن معبرا رسميا، القصير. هذا المعبر الذي يعني تدور حوله الآن معارك دامية مع الأسف. طبعا هذه المعابر عندما وصل الجيش الحر إلى الحدود، النظام ترك المعابر وقامت كتائب محلية في كل معبر. هناك كتيبة تقوم بتنظيم الأمور. هذه طبعا الكتيبة ليست مدربة على شؤون المعابر، لكنهم سدوا ثغرة، يعني قاموا بمهمة في تنظيم المرور. لكن طبعا حل هذه القضية مرتبط بتنظيم الحياة في المناطق المحررة، وهذا طبعا جزء من الجهد الذي نحن يعني نأمل أن تقوم به الحكومة المؤقتة. نعم. الائتلاف ناقش هذا الموضوع، ناقش قضية المعابر، لأن أصبحت قضية مؤخرا بسبب حدوث العدد من الحوادث بما فيها اشتباك أدى لمقتل يعني عسكري تركي مؤخرا. الحل هو بالنسبة لنا هو في تشكيل الحكومة المؤقتة، وهذه الحكومة طبعا شكلت من حوالي شهر وقليل، والآن يفترض أصبح الوقت مناسب لتقديم الوزارة. رئيس وزراء يجب أن يقدم الوزارة لتحظى بثقة الائتلاف، وعندها ستكون الحكومة هي المسؤولة عن عملية التنظيم. يعني الائتلاف الآن ليس جهاز تنفيذي، هو منذ تأسيسه كان إحدى مهامه نعم تشكيل حكومة مؤقتة، لكن هذا في القرار السياسي في شكل الحكومة، الجانب اللوجستي الإداري الذي يناسب وشكل ومعايير العمل بالنسبة للمعابر المعمول بها في كل العالم. هل تستطيع الحكومة أن توفر هذه المقاييس المعاصرة لهذه المعابر؟ كيف؟ مع من؟ بالتأكيد. أيضا نحن بدأنا حوار مع الحكومة التركية. الحكومة التركية معنية أيضا بقضية تنظيم مرور البضائع والأشخاص عبر الحدود، وكما تعلم أنشط الحدود حاليا هي الحدود بين تركيا وبين سوريا. فتم يعني سلسلة من الحوارات مع الحكومة التركية، وهناك خطة لتنظيم المعابر وضبطها وتوظيف، يعني سيكون حاجة طبعا إلى قوة عسكرية لحماية الموقع، إذا أخذنا الكتائب إلى المدنيين. دكتور، إذا أخذنا الكتائب التي تسيطر كما قال الأستاذ أحمد، جبهة تحرير سوريا وغير، كيف يمكن الاستفادة من هؤلاء الموجودون أو الموجودين في عين المكان وتدريبهم والاستفادة منهم وربما تطعيمهم بخبرات أخرى من الجيش الحر، من أطر يمكن تدريبها، أليس كذلك؟ بالتأكيد ستكون الأولوية الاستفادة من خبرة هؤلاء وتدريبهم أيضا، لأنهم طبعا كما قلت تطوعا قاموا بهذه المهمة من أجل تنظيم حركة العبور عبر هذه المعابر. فلا بد من تدريبهم والاستفادة من خبراتهم، وأيضا يكون هناك يعني لهم دور، يصبحوا جزء من الجهاز الإداري، يعني موظفين ضمن الحكومة المؤقتة يقوموا بمهمة واضحة، هيئات إدارية. نعم. وهناك يتحمل مسؤوليات معينة،
وكل هذا جزء من عمل، لكن كما قلت المشكلة الآن هو في تأخر الحكومة المؤقتة بسبب الظرف السياسي العام. لنأخذ دكتور ربما نمر الآن إلى أهمية هذه المعابر. قدمنا ربما هذا القوس التعريفي بالمعابر، بالوضعية، بالمطالب الداخلية، أهميته وأعطاء الغطاء السياسي كما دكتور أوجه لك ذات السؤال الذي طرحته على الأستاذ خالد، كيف وقد أجبت على بعض جزء، لكن مسألة التوازن بين الداخل والخارج كما أشار الأستاذ أحمد والاعتراف بهذه المسألة. التوازن بين الداخل والخارج هذه قضية تتعلق بالتجاذبات التي تتعرض لها الثورة من الناحية الخارجية. يعني طبعا تحدث الأخ عن أن سوريا لها موضع جيوستراتيجي مهم، وهذا جعلها مكان لصراع دولي. أنا أعتقد تأخر تنظيم الأمور أيضا مرتبط بهذه التجاذبات. يعني هل هناك إرادات دولية أوروبية وأمريكية غربية هي التي تؤثر بشكل مباشر على هذا التباطؤ، على هذا اللافعل بين قوسين الجاد والذي ينتظره الشعب السوري؟ والله أنا أضع اللوم في الدرجة الأولى على السوريين، إذا كان في أي تأثير للخارج على الائتلاف مثلا فهو من خلال معارضة على الائتلاف مثلا. دكتور الائتلاف يتحمل مسؤولية بالتأكيد، يعني أنا لا يجب أن أكون صريح مع الجميع أن هناك بعض التجاذبات داخل الائتلاف، وطبعا هذا ليس سرا، هناك تجميد للعضوية وهناك أمور خرجت للعلن. هذه التجاذبات أخرت في تشكيل حكومة وإعطائها الثقة، فطبعا هذا أخر حل المشكلات التي نعتقد أن الحكومة المؤقتة هي الحل لتنظيم وتنسيق عمل المعابر. حاليا ليس هناك تنسيق بين المعابر، كل معبر تقوم عليه كتيبة وهي التي تتولى شأنها وهي التي تتولى الأمور وتضع المعايير وتنفذها. هذا يعني هذا قد يؤثر على مستقبل الثورة، على مستقبل التسيير العام أرجو أن تبقى معي. شكرا لك دكتور لؤي. يبدو أن العمل متشابك، ثمة خيوط مرتبطة بالوضع. يعني الائتلاف الآن مسؤوليته، ألم يطرح مثلا مع الدول المتضامنة أصدقاء سوريا، ألم تقترحوا عليهم شكلا من التعاون، شكل من الدراسة، شكل من المساعدات اللوجستية في عملية التفتيش، في عملية الجمركة، في كثير من المسائل التي تتطلبها الحدود؟ بالتأكيد بالتأكيد نحن ناقشنا هذا الموضوع، وهناك وعود بتدريب الموظفين، لكننا ننتظر قيام الحكومة المؤقتة لأن هذه يحتاج إلى نظام إداري، والمشكلة أصلا هي مشكلة إدارية تنظيمية أكثر من قضية وجود معدات. معدات تساعد لكن يعني ليست هي حاسمة في هذا الموضوع، لكن نحتاج وليست مكلفة، يعني تحتاج إلى كما قلت مؤسسة معترف فيها في مناطق كلها هي التي تقود هذه العملية، وهذه المؤسسة هي الحكومة المؤقتة، وأعتقد أنهم مستعدون الآن لهذا. ولكن كيف يتم إقناع الشعب السوري؟ أستاذ أحمد يسألك، والسوريون يتساءلون كيف يتم إقناع الشعب السوري بهذا التأخير أو التأخر الذي تعاني منه الحكومة السورية؟ التأخير طبعا هذا أمر يؤثر على حالة المواطنين وأمر غير صحيح، لكن كما تعرف المشكلة أن التجاذبات التي ذكرتها هي التي تؤخر الموضوع. نحن نرجو طبعا هناك اجتماع للهيئة العامة للائتلاف الأسبوع القادم، لعل هذا الاجتماع يعني ينهي عملية المصادقة على الحكومة لكي تبدأ عملها، لكن الحكومة قامت باتصالات وتم اختيار الموظفين الأساسيين، موظفين من درجة يعني الثانية من الداخل أو من الخارج، معظم الذين اختيروا من الداخل. نتوقف ربما دكتور لؤي في موضوع الجوانب الأهمية، المعابر السورية في الجانب العسكري، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري وكيف التنسيق مع الهيئات المعنية، قيادة الجيش الحر وغيرها من المؤسسات العسكرية في الثورة السورية. ما هي كما أنا ذكرت، يعني من يقوم على إدارة هذه الحدود هم كتائب ثورية، هم يعني متطوعون، معظمهم ثوار ليسوا عسكر متدربين، بعضهم من العسكر، هم يقوموا تطوعا بتنظيم هذا الأمر، لكن هذا لا يكفي. فإذا القوة الأساسية المسيطرة على المعابر
هي قوة مسلحة قوة نعم. أنا سألتك أيضا من الجانب الآخر أهمية هذه المعابر في أن تمر من خلالها مساعدات عسكرية يعني لوجستية أسلحة وغيرها من المسائل. طبعا هل يحدث هذا؟ يعني سابقا معبر اليعروبية الذي تم طبعا تحريره من قبل الجيش الحر والذي كان مع النظام كان ممرا أساسيا للأسلحة من العراق من إيران العراق إلى سوريا. تم تحرير هذا المعبر كما تعلم من حوالي شهرين وهو الآن بيد الثوار. لكن بالتأكيد النظام لا زال بإمكانه الاستفادة من معابر أخرى. البوكمال أيضا في يد الثوار، لكن في معبر غير نظامي غير شرعي يستخدمه النظام لتمرير الأسلحة هذا من منطقة قريبة من الحدود الأردنية. فإذا عملية التهريب مستمرة باتجاه النظام وايضا من معبر المصنع. نعم. لنسمع من خلال يعني نعم. لبنان من نعم. لبنان المصنع الى دمشق. معذره دكتور لؤي، هذه المعابر يعني في الاخبار ان بعض المناطق في حلب كانت تحت امره الجيش الحر ثم صارت الى تحت قياده الجيش السوري ثم حررها الجيش. هذه اللعبه المتبادله، الا يخشى والحرب مشتدة والمواجهة مشتدة على مثل هذه المعابر لأهميتها ولخطورتها من أن يباغتها ربما نظام ربما عسكره؟ لا بالتأكيد بالنسبة للشمال ما في خطر نهائيا لأن النظام بعيد جدا عن المعابر. حتى من الطائرات مثلا من القصف؟ لا طبعا يعني من فترة قريبة تم قصف معبر باب الهوى وسقط فيه قتلى وجرحى. النظام قادر على الوصول من خلال طائراته إلى هذه المعابر، لكن مع ذلك السيطرة مستمرة، يعني سقط جرحى لكن المعبر استمر فيما بعد في العمل كالعادة ومرور البضائع والمساعدات الإغاثية. فهذه المعابر لها قيمة استراتيجية كبيرة، وطبعا الثوار استطاعوا السيطرة عليها مبكرا لأنها هي عصب نقل المساعدات إلى سوريا، وبعد تشكيل حكومة ستكون عصب لتوريد المحاصيل الزراعية ومنطقة الجزيرة. الأستاذ أحمد بالمناسبة كان يتحدث إذا توافرت هذه التعاملات الاقتصادية بالمعنى الحقيقي يمكن أن يصدر الفلاحون السوريون بضائعهم، وقد يكون هذا مناسب ربما لجلب عملة صعبة لمال لشراء أسلحة أيضا. صحيح، وحتى الحكومة المؤقتة وضعت خطة لشراء المحاصيل الزراعية، والآن موسم بداية موسم الحصاد في شمال سوريا للشراء وتصديرها. بالتأكيد ستكون مهمة جدا هذه المعابر وهي تحت سيطرة الكتائب، لكن بحاجة إلى عملية تنظيم، وهذه مسؤولية حكومة وليست مسؤولية يعني مؤسسات صغيرة. دكتور لؤي، يعني هناك كما يقولون هناك هذه الشجرة التي تخفي الغابة والغابة لا تخفى، يعني أريد أن أنتقل من المعابر إلى هذا الاختلاط والاشتباك في التردد، وضع الحكومة، وضع اللاجئين، وضع النازحين، الوضع الداخلي، القتلى، التزايد، استعمال الكيمياوي. يعني اليوم كيري يتحدث في إيطاليا وهناك يبدو التحضير لموضوع مؤتمر السلام، أو ماذا كيف تكون الثورة السورية حاضرة وهؤلاء الغرب والأمريكيون يريدون سلاما يبدو؟ حقيقة هو ليست الأمور بهذه البساطة، هناك تفاهم دولي حول أنا أريد أن أثيرك. جيد، لا جيد، أعتقد سؤالك في محل وأنا أقدره. اتفاقية جنيف تتحدث عن خطوات هي شبيهة بمبادرة كوفي عنان، مبادرة العربية الأممية، بإضافة إلى عدد من الدول الضامنة لتنفيذ هذه الاتفاقية. الآن الخلاف حول تفسيره، هناك تفسير روسي الذي يقول يبقى الأسد، والتفسير الذي يقبله الائتلاف أيضا تدعمه عدد كبير من الدول، معظم الدول، أن الأسد انتهى وقته لأنه هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. وأعتقد هذا هو المحور الصعب، هذا هو مفتاح الحل، لأنه طبعا بشار الأسد هو جزء من النظام الاستبدادي. نعم دكتور، في نقطة النظام، في نقطة المفتاح، يعني لافروف واضح يقول هذا مستندا إلى موضوع جنيف ورأي الأمريكيين، هل هو بين أم هو واضح أيضا؟
لا، إذا استمعت بدقة إلى ما قاله كيري في مؤتمر صحفي، قال يعني الأسد يجب أن يمضي، يعني حقيقة يجب هذا أن يمضي. ما يقال في العلن. صحيح، لأنه يعني أحيانا رئيس الجمهورية يخطئ أخطاء قلبي كثير ويتوقع منه الاستقالة، فما بالك رئيس هو مسؤول عن مقتل مئات الآلاف. الأمريكيين قالوا هذا ليس جديدا، قالته وزيرة الخارجية السابقة، قاله تصريحات سياسية في البيت الأبيض، ويقوله كيري. هذه المسافة على رقاب الموتى والضحايا، ما الذي تغير في الموقف الأمريكي؟ صحيح صحيح، لا زال هناك بطء شديد من يعني المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المشكلة، يدفع ثمنه الشعب السوري، ونحن طبعا غير راضين عما يجري، لكننا كائتلاف وكمعارضة سورية وكثورة سورية لابد لنا أن نمضي باتجاه إسقاط هذا النظام وتحرير الشعب السوري، لأنه هذا هو الحل الوحيد، ليس هناك حل آخر. أي حل آخر يبقي النظام يعني يعيدنا إلى حالة أسوأ مما كانت قبل دكتور سوري. ما الذي يمكن أن يصنع التغيير والفصل؟ هل هي الإرادة الشعبية في الداخل، إرادة السياسية الدولية، ودور المعارضة الآن في الفصل في نهاية هذه المأساة السورية؟ يعني طبعا قصة المعابر هي قصة الثورة. هذه الثورة كما لاحظت تتنامى، تزداد خبرات الإدارية والقتالية، لكن ببطء بسبب تلكؤ العالم في دعمها، بينما النظام الاستبدادي يدعم من قبل قوى أساسية، قوى إقليمية على رأس إيران وقوى دولية على رأس روسيا، وهذا الدعم كبير. فإذا الآن طبعا نحن وصلنا إلى 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 نقطة في تقديري التغيرات يعني ستتتابع، لأن النظام ضعيف جدا اقتصاديا وعسكريا، نرغم بطشه، يعني هو البطش هذا الذي يقدمه ومحاولة استعادة بعض النقاط، هذه الاستعادة تتم بسبب توقف الذخيرة عن الكتابة المقاتلة. فنحن الآن يعني ماضون باتجاه تغيير هذا النظام، سيتغير لا شك في هذا بإذن الله، لكن العامل الدولي هو الذي طبعا يؤخر عملية الانتقال، ونرجو أنه هذه العقدة تحل ويعرف العالم. وطبعا يعني نحن متفائلون بأن المحادثات بين أمريكا وروسيا أدت لتغيير جزئي في موقف الروسي، لعله هو يكون مدخل لتسريع الحل. شكرا جزيلا لك دكتور لؤي الصافي، عضو الائتلاف السوري المعارض، شكرا على حضورك وتفضلك بهذا الحوار. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا مع برامج الجزيرة مباشرة. إلى اللقاء.